طيب دكتور، كنت لسه بتقولي كمان على فكرة ان احنا ايام فترة كورونا قتلنا كل الحاجات دي بحثا، وفعلا ايام فترة يعني اول ما الفيروس بدأ يظهر وكده كان دايما في كلام كتير جدا واقاويل كتيرة جدا واجتهادات بالظبط على فكرة ان على الريق هناخد معرفش توم مع مية، والله اعشاب معرفش مع ايه تكون سخنة. طيب الحاجات دي فعلا ليها اساس من الصحة؟ لا هو لا ده لدرجة ان كان في مسجز او رسائل بتتبعت كده اللي هو ايه يا جماعة احنا جبنا الخلاصه، جبنا كل الاعشاب هتشربي كوبايه الصبح باذن الله لن تصابي. كله كان بيتكلم في الموضوع يعني على كل على كافه المستويات. بس طبعا الاعشاب ليها دور، بس انا ما بحبش فكره الاعشاب العريق دي خالص، لان هي بتهيج جدار المعده، بتعمل التهابات. انا احب اخدها على لبن، احب اخدها في توابل او على شاي بعد الاكل، لكن على غير الريق دي ما بحبش، لا ليمون ولا اي حاجه. ممكن معلقه عسل على كوبايه ميه على غير الريق. معلقه العسل برده بتقوي المناعه جدا. ممكن احط العسل على الاعشاب، يعني الجنزبيل كويس قوي نزلت البرد، ممكن كوبايه جنزبيل مع معلقه عسل دي كويسه جدا. خلينا نكمل بقيه الفيتامينز يعني نمشي بيت عشان ما نتوهش الناس. طيب لو بنروح لمجموعه الفيتامينز احنا المفروض نعمل ايه في موضوع الشتاء؟ يعني طبعا بعيدا مثلا يعني بنيجي في الشمس وفيتامين دي واهميته في الصيف وبنقعد وقت وان طبعا اهميته لا تقل في الشتاء برضو. لكن ايه الفيتامينز او مجموعه الفيتامينز اللي احنا بنقعد اي وبي وسي ودي احنا الاول اتكلمنا فيتامين سي طبعا اول حاجه. فيتامين دي مهم جدا للمناعه. ناس فاكره طول عمرها فيتامين دي للعظم. لا، فيتامين دي للمناعه والامراض القلب وللمود. الناس اللي عندها نقص فيتامين دي بيجي لها اكتئاب، وللشعر اللي عندها نقص فيتامين دي شعرها بيقع، وللحرق الناس اللي حرقها واقف تروح تعمل فيتامين دي. خلينا نتكلم بقى عشان المناعه، احنا بنتكلم دلوقتي فيتامين دي ومصادره اللبن، البيض، منتجات الالبان، سمك السلمون، في السيريالز اللي بتبقى مدعمه بفيتامين دي، وطبعا اشعه الشمس زي ما انت بتقول ان هي اللي بتحوله للصوره النشطه اللي الجسم يقدر يستخدمه منها. ده بالنسبه لموضوع الفيتامينز. في فيتامين اي طبعا ده مضاد اكسده قوي جدا، فيتامين اي بس يعني لعمليات حيويه في الجسم، يعني فيتامين اي مقوي المناعه لامراض القلب، فيتامين اي للبشره، الاثنين مضادات اكسده قويه جدا. بس خلينا نتكلم احنا رايحين ناحيه نزلات البرد. في بقى الزنك. الزنك مثلا خطير. وقت الكورونا الزنك وفيتامين سي الناس كلها عاشت يوميا والناس دلوقتي مكمله على الموضوع يعني ده. الزنك فعلا والدراسات وابحاث الزنك يعني مهم لكل حاجه في الجسم، يعني الناس ابتدت تبص له ان هو يعني حاجه يعتبر مش 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 عنصر بقى، ده حاجه يعني بيدور بيدخل في حاجات كتير قوي في الجسم. موجود في الكاجو، موجود في الكاكاو الخام، موجود في السي فود. الكاجو بقى يعني هو اكتر برضو مصدر ممكن اخد منه الزنك هو الكاجو. يا ريت او يا ريت اخده برضو رو يعني لا حمص ولا مش كتير يعني كتير. لا مش كده. وفي ناس يعني بتقول اللي هو غالي علينا ان احنا نفضل مثلا احنا بنتكلم يا دكتور على العاده اليوميه الكاكاو الخام، خلينا في الكاكاو الخام عشان العاده اليوميه الاسماك بالظبط. وممكن يعني اللي يقدر او بكميات قليله انا سمعت ان هو يعني كبشه الايد دي كفايه لليوم بالظبط بالظبط. الزنك مهم للمناعه، مهم للمود، ومهم للشعر والقدرات العقليه والنوم وكله برضو. يعني الزنك ده حاجه من الحاجات لازم اهتم بيها انها تكون موجوده في المصادر الغذائيه بتاعتي في اليوم. السيلينيوم برضو حاجه مهمه جدا للمناعه. السيلينيوم ده بقى نلاقيه فين؟ لان انا حاسس في البرازيليان ناتس، يعني لو في المحلات اللي هي بتبيع الناتس اللي هي الجوز البرازيلي. اي مكسرات موجوده برازيليه يعني في الاماكن اللي زي دي بلاقي فيها السيلينيوم بالظبط كده. موجوده برده في منتجات الاسماك، موجوده في خضار زي البروكلي ده برده لتقويه المناعه. بالظبط كده.